لتسع سنوات ظل الموساد يتجسس على تحركات واتصالات حزب الله عن طريق البيجر دون أن يتفطن لذلك. تفاصيل مثيرة كشفتها صحيفة واشنطن بوست عن أجهزة البيجر المفخخة التي انفجرت بعناصر حزب الله. التخطيط للعملية بدأ في أروقة الموساد عام 2015 بإدخال أجهزة لاسلكية مفخخة إلى لبنان صنعت تحت أعين الاستخبارات الإسرائيلية وتحتوي على نظام إرسال يسمح لإسرائيل بالوصول لاتصالات الحزب. اكتفى الموساد في هذه المرحلة بالتنصت قبل أن يقتنص فرصة جديدة. جهاز اتصال لاسلكي صغير مزود بمتفجرات قوية كان حصان طروادة الذي أوقعت به إسرائيل حزب الله، ولأن قادة الحزب كانوا متيقظين لاحتمال حدوث عمليات تخريب محتملة لم يكن من الممكن أن تأتي أجهزة الاتصال اللاسلكي من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي حليف إسرائيلي آخر، فروج الموساد لأجهزة الاتصال عبر دولة ثالثة، وتلقى حزب الله عرضاً لشراء أجهزة البيجر من شركة تحمل علامة تايوانية. والمفارقة هنا أن حزب الله دفع لإسرائيل مقابل متفجرات مزروعة بأجهزة البيجر وقتلت عدداً من عناصره دون أن يدري. بحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الشركة التايوانية والمرأة التي ساعدت في التسويق للأجهزة اللاسلكية والتي لم يكشف عن هويتها لم تكونا على علم بخطة الموساد، فيما تتواصل التحقيقات في عدة دول لكشف ملابسات تفجيرات البيجر.